يا جماعة دلوقتي الفنان الكبير والرائع الأستاذ محمود عبد المغني صديقي، هو ساكن هنا في دريم على فكرة، لما شاف حسام حسن في التلفزيون قرر إنه يجي يسلم عليه بنفسه، ودخل سلم عليه وحضنه. فأنا قلت له يا فنان يا كبير يا محمود، ممكن تعمل معانا مداخلة؟ قال أنا مش عايز أعمل مداخلة، أنا نزلت من البيت عشان خاطر أسلم على الراجل ده. ويمكن كمان قال لي على مسلسل نبطشي إن في حتة هو عمل بقلبه كده، قال لي دي نفس اللي كان بيعمله حسام حسن، وان هو يعني مثل اعلى ليه. طيب معانا على التليفون الفنان الكبير محمود عبد المغني. ازيك يا فناننا كبير؟ حبيبي يا كابتن، والله كبير جنبك، احنا صغيرين جنبه. اه والله بجد يعني ربنا يخليك. والله انا اتشرفت ان انت تفاجئنا في الاستديو، وانا يعني شرف ليا ان انت متابعنا ومتابعني، والحاله اللي انا شفتها بصراحه يعني من زمان يا كابتن. وشرفت من زمان. انا من زمان يا كابتن، والله من زمان. من اقول لك ايه، ابدا منين؟ من سلتك الهاتريك ولا السوبر هاتريك او يعني ولا ابدا منين؟ ابدا منين يعني؟ من انت كنت خلاص رايح على ايطاليا من كذا لغايه ما استدعيت لمصر وللنادي الاهلي العظيم عشان تلعب وتكمل، وجيت وسبت كل حاجه. ابدا منين؟ ابدا من 98، مفيش جورنان فيك يا بلد ولا مجل حتى الوسيط. قال خلاص ما ينفعش، ويروح يعمل ايه وازاي وبتاع واختياره مش عارف ايه. راح هناك يعني اقول ايه بالبلد يعني، عمل ايه؟ ربنا يخليك. هو ومكارسي كانوا، هو كان اعظم لان هو كان تحت ضغوط غريبه، مكارسي ولا عاشها ولا شافها. اقول ايه؟ مزبوط. فانت مثل اعلى حبيبي، مثل اعلى قبل كده. يقولوا لي طب يعني مين مثلك الاعلى؟ فانا اقول الاستاذ احمد زكي الله يرحمه، اقول الاستاذ عادل امام، الاستاذ محمود عبد العزيز. لما هم اتفاجئوا قلت لهم حسام حسن. ربنا يخليك، ده شرف. ايه يا حسام حسن؟ انا طموح، انا بحب الطموح. وانا قلت لخالد ان فيلم النبطشي في مشهد اخير الناس كلها خدت المشهد ده وبقى متداول في السوشيال ميديا، يعني جايب ملايين مشاهده. بعد ما خلصت كل المشهد مشيت في الطرقه لقيت نفسي بخبط على صدري نفس خبطتك. فانا متاثر بيك ومتاثر بقصتك ومتاثر بكفاحك، وكل مكان انت بتروحه بتشرفه، كل مكان انت بتروحه بتخليني عايش مع نفس المكان ده. والله والله العظيم النهارده انا حافظ. انا حافظ. وعلى فكره محمود هو مثل اعلى مش لعيبه كوره بس، ده مثل اعلى لكل واحد ناجح في حياته. بالظبط. اي حد في الدنيا دي كلها عليه ضغوطات، عليه كلام يقول لك انا مش قادر انا مش عارف ايه. شوف حسام حسن، هات قصته، هات حياته واتفرج. يعني ببساطه شديده. فانا الكلام كتير وانا مش عارف اقول ايه ولا ايه. انا بقى ممكن ابدا لك من ورا لقدام، لبوركينا فاسو ل 2006 مش عارف ابدا لك منين ولا منين بالظبط. يعني انا سعيد في العالم من جون الجزائر. وانا سعيد ان انا موجود في البرنامج النهارده، من ضمن الحاجات اللي بسطتني ان انا اتعرفت بيك. والله ما انا مش بجاملك، انا لما تذكرت الافلام والمسلسلات بتاعتك ان انت بحس ان انت بتمثل بقلب، يعني بتمثل بقلب. هو ده قلبك. هو ده اللي انت بتعمله. انا بشكرك على كلامك كله. هو ده اللي انت بتعمله وانت كابتن وانت في الملعب وانت بتدرب. ما هو ده قلب. هو في ايه؟ المصري عايز ياكل النجيله. يعني لعيبه ما هياش ب 100 مليون و 200 مليون وما اعرفش، بس لعيبه محترمه، لعيبه قاعده تاكل النجيله، لعيبه جعانه. وانت اللي عملت فيهم كده. الحمد لله. وقبل كده كان احمد جعفر يعني لعيب محترم من اتصالات معاك من 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 الموقف حتى بتاع الاتصالات، وانت بتنافس مع اعتقد مع بترول اسيوط على اللي يصعد وعلى اللي يهبط بالحركه الشهيره اللي حصلت في اسكندريه بنقول خطوه التفاصيل بتاعتها. احمد جعفر وصل لمنتخب مصر معاك، واحمد رؤوف رجع لمنتخب مصر معاك، ومجدي هيبقى من اهم 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 المدافعين والمساكين في مصر. ومش بس مجدي، وياسر موجود، وجمعه بيفكرني بطلعه احمد جعفر. في حاجات كتيرة جدا موجودة، والعجوز لما بينزل بيظبط الملعب وبيظبط الدنيا وبيحافظ على النتيجة. وكابوريا كابوريا عظيم. ومسعد انت متابع الكورة ايه؟ لا انا بعد كده لازم لازم ومسعد اتابع معاكم. كتير قالوا ليه ياسر خرج وجمعة؟ لأن جمعة عنده حتة دفاعية شوية. يعني هيقدر يرجع لي لورا شوية. بس أنا عارف يا محمود إن أنت أهلاوي جدا، بتحب النادي. أنا أهلاوي بس أهلاوي أصيل. بمعنى إيه؟ إن أنا ما بمشيش مع الزيطة. أنا عارف الراجل ده عمل إيه للأهلي، وعارف الظروف. يمكن انا كبير شويه عن يعني فلازم نراجع شويه ونهدى شويه، لان مش من مصلحه اي حد في اي رمز، سواء سياسي سواء فني سواء كوره سواء في ان احنا ما ينفعش. رموزنا لازم تاخد حقها عشان الجيل اللي جاي بعد كده، وعشان كل حاجه جايه لازم كل رمز في مصر كل اسطوره في مصر ياخد حقه تالت ومتلت. اشكرك يا محمود على كلامك. بيعرف ينسى وبيعرف يكمل.
وهو ده اللي انا متعلمه منه. واذا كانت انا عندي قلب في التمثيل فانا واخده منك من طموحك من قصتك. بس اشكرك يا محمود طبعا الفنان الكبير المميز، الكلام يعني رائع رائع انا والله فعلا بقولها تاني يعني، انا من المفاجات اللي انا ان انا شفته النهارده، لان انا بشوف التمثيل فعلا من الناس اللي انا اهي الحركه اللي هو خدها منك اهي اهي ماتش.